الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي، من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أتغضي أين طلعتك الرشيدة، أتغضي أين طلعتك الرشيدة، أتغضي أين طلعتك الرشيدة، وأمك فاطم ماتت شهيدة. أتغضي أين طلعتك الرشيدة، وأمك فاطم ماتت شهيدة، ستبقى آهها تعلو شديدة، ستبقى آهها تعلو شديدة، إلى أن تخفق الرايات ثأرا، إلى أن تخفق الرايات نصرا. يا أبو صالح، أتغضي أين طلعتك الرشيدة، وأمك فاطم ماتت شهيدة، ستبقى آهها تعلو شديدة، إلى أن تخفق الرايات ثأرا، فدتك الروح اظهر يا غيور، فدتك الروح اظهر يا غيور، بيا مهدي أمك تستجير، فدتك الروح اظهر يا غيور، يا غيور، يا غيور، يا غيور، بيا مهدي أمك تستجير، فيبكي عند رؤيتها الأمير. حلي مني يشوف فاطمة تبكي هو هم يبكي. فدتك الروح وظهر يا غيور، بيا مغدي أمك تستجير، فيبكي عند رؤيتها الأمير، فيبكي عند رؤيتها الأمير، 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 وقد عصرت بباب الدار عصرا. أيا موعود لو ترنوا إليها، أيا موعود لو ترنوا إليها، ونار الباب قد لفحت يديها. أيا موعود لو ترنوا لأمك، يعني أيا موعود لو ترنوا إليها، ونار الباب قد لفحت يديها، تئن وزينب تبكي عليها، تئن وزينب تبكي عليها، ترى في الضلع مسمارا وكسرا، ترى في الضلع مسمارا وكسرا. أبو صالح، يا حجة الله، يا فرج الله، عجيب متنها بالسوط يغرى، عجيب، 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 وهي بنت رسول الله، عجيب متنها بالسوط يضرى، وصفعة خدها أدى وأعجب، عجيب متنها بالسوط يضرى، وصفعة خدها أدهى وأعجب، تلوذ بثوبها الحوراء زينب، يا زينب،
شلون احكي وياك الليله يا ابا صالح، يا غيره الله، يا بقيه السيف، يا بقيه بني هاشم، شلون احكي وياك؟ ما اعرف. عجيب متنها بالسار وطيور وصفعة خدها أدهى وأعجب تلوذ بثوبها الحوراء زينب، تلوذ بثوبها الحوراء زينب، وحيدرة الهما يقاد قسرا جبرا صبرا، وحيدرة الهمام يقاد صبرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي قلناه في الليلتين الماضيتين، أو الذي وصلنا إليه في الليلتين الماضيتين أيها الأحبة، هو أن أعداء الزهراء الذين خاطبتهم سلام الله عليها بخطبتها، بما أنهم لم يروا أن حكم الله هو أحسن الحكم، فلهذا هم ليسوا من أهل وين الجواب؟ اليقين. هم ليسوا من أهل اليقين، لأن أهل اليقين كما قال القرآن الكريم يرون حكم الله أحسن الحكم. الزهراء خالفوا أعداءها، خالفوا حكم الله فيها، حكم الله ورث سليمان داود، حكم الله إلا المودة في قربة، هم عذبوا القربة، حكم الله تعالى هو ويطهركم، هم كذبوا الزهراء وقالوا لها جيبي شهود، حكم الله حكم الله حكم الله، كذبوا حكم الله في كل هذه الآيات التي أشارت إلى مقامات آل البيت وكيفية التعامل معهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا هم ليسوا من أهل اليقين، ليسوا من أهل اليقين بمعنى هم من أهل الشك بالمعنى الذي بيناه، بالقسم الذي بيناه، الشك الذي دفع الأقوام عبر التاريخ إلى ترك خط الأنبياء وصراط الأنبياء المستقيم واتباع صراط الشيطان الأعوج، ويبغونها عوجا كما يعبر القرآن. البارحة ما أدري أثبتنا ذلك يوم ما أثبتنا الشك، جبنا بعض آيات عنوان الشك في القرآن وبينا أن أقوام الأنبياء عبر التاريخ سبب تركهم للأنبياء هو إننا لفي شنو؟ لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ثم انتقلنا إلى عنوان آخر للي هو مو من أهل اليقين، صحيح؟ وشنو كان العنوان؟ الريب؟ ها؟ الريب؟ إيه، وين الإخوة؟ الريب. وتلونا من هذا العنوان ما أدري آية أو ما تلونا، هسا نشوف أوراقنا. وهذا أيضا عنوان آخر يشمل أعداء الزهراء لأنهم ليسوا من أهل اليقين. نعم، الريب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا هم قلناه باعتبار لن يفترق القرآن والعترة، أنتم ذا تعترضون علينا بآل البيت عليهم السلام، خذ جيبونا مو واحد منهم، واحد مثل أصحابهم، واحد مثل أهل البيت، هذا ما يصير، جيبونا واحد مثل أصحابهم، مثل بعض أولادهم، مو ولا مقربيهم، تجيبونا واحد بعلم هشام بن الحكم، بعلم زرارة، بعلم محمد بن مسلم، من أئمتكم، أقول مو من ناسكم العاد، من أئمتكم اللي اتبعتوهم، جيبونا واحد عنده علم زرارة كمال رشيد ميثم غيرهم، تجيبونا
عندكم؟ ماكو. فأتوا بسورة من مثله. يظهر البارحة توقفنا عند هذه الآية، آية أخرى بسرعة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هم بشنو يستأذنون النبي؟ يقولون من رخصتك يا رسول الله. بشنو يستأذنوا؟ من النبي صير عنده معركة صلى الله عليه وآله، يقولون نعتذر ما نقدر نحضر وياك يا رسول الله، نعتذر يا بليش ما تقدرون، ساعة يقولون بيوتنا عورة ونخاف على نسواننا، ساعة يقولون كذا، يعني يتحججون. الحجج كلها واهية لو مو واهية؟ واهية، بس هم ما يردون يحضرون بالقتال بالمعركة، فيطلعون حجج واهية. الله يقول له ذولا يا رسول الله تدري ذولا منو؟ أشخصهم إليك ذولا منو؟ منو يا رب العالمين؟ يقول له إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. ارتابت قلوبهم يعني شنو؟ شكت. ذولا يقين بيك ما عندهم، ولهذا ما يروحون معركة وياك يا رسول الله، ذولا شاكين أصلا بنبوتك يا حبيب الله. أسألكم بالله، دباوعولي الزهراء قالت الأعداء كما بينا في الليلتين الماضيتين بخطبتها، أنتم مو أهل يقين. أسألكم بالله، أمير المؤمنين وفاطمة دعوا الناس للقتال بعد النبي وما دعوا؟ وهسه الأحبة اللي يتابعون أبحاث السابقة هاي المعلومات واضحة عندهم لأن بينتها مفصلا. الما متابعين أقولهم بسرعة، أهل البيت دعوا للقتال بشكل عام وبشكل خاص. شباب تسلحوا بالعلم، دعوا الناس للقتال بعد وفاة النبي بشكل عام من خلال خطبة الزهراء، هاي بينتها أنا بأربع ليالي بالقرنة السنة إذا الأحبة تابعوا الأبحاث. الزهراء بخطبتها قالت للأنصار، قالت لهم مضمون كلامها شلون التركوني وأنتم أهل السلاح والعدة والعدد وأنتم موصوفون بالكفاح وعندكم العدة والسلاح، مو أنتوا أهل قتال وزلم خشنة مع القتال يا أنصار، وأنتوا قاتلتوا يا أبوي، سلاح عدكم كل شيء عدكم، آخر الآن آني الزهراء أعطيكم فتوى جهاد، أقولكم جاهدوا قاتلوا من أجل علي بن أبي طالب، من أجل الولاية، من أجل الغدير، من أجل، وإن لم تفعل فما بلغت، من أجل اليوم أكملت لكم، من أجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من أجل ويطهركم ويطهركم، من أجل إلا المودة في القربى، من أجل هاي الآيات قاتلوا. أنا أفتي الزهراء، أنا المعصومة اللي يرضى الله لرضاي، أنا أقولكم فتوى جهاد بالمسجد قالت، ما حد جاهد. تركوها يوم ما تركوها، خذلوها يوم ما خذلوها، خذلوها. هذا الدعوة العامة للجهاد. الدعوة الخاصة مع أن الزهراء كانت عليلة بعد يوم الباب، الإمام علي كان يطلعها بالليل، يطلع هو وياها بالليل، يفترون على بيوت الأنصار وغيرهم، يدقون الباب. حتى ابن أبي الحديد المعتزلي ذكرها وغيره، بل أكو كتاب المعاوية يعير أمير المؤمنين بذلك، يقول له هسه صارت سبيع بعد وفاة معاوية، يقول علي، يقول له بعد وفاة النبي ما أخذ مرتك تفتر نص الليل على بيوت الناس، قاتلوا وياي الناس هم ما حد قاموا وياك. يعير الإمام. أمير المؤمنين إيش قال له؟ قال له أردت أن تذم فمدحت، أنت مدحتني لأن أنا كنت أطلب النصرة لله جل وعلا، مثل ما النبي كان يخلي خديجة ويطلع بيها ويطلب ناصر، أنا طلع فاطمة بنت خديجة، النبي سواها قبلي ويا خديجة، وين العيب بالموضوع؟ يعني تعير النبي؟ وين العيب بالموضوع؟ فأنت تريد تذمني مدحتني؟ تشوفوني أيها الأحبة وياي أرجوكم خل نعرف شنو صار يا إخوة. مو قلنا الموضوع خطير؟ الزهراء عبرت عنا حز المدى وغز السنان في الحشا، الإمام علي عبر عنا شجا وقذا، صح يا لا؟ فالموضوع يخوف. الدعوة الخاصة للجهاد كان الإمام علي فرها على بيوت الأنصار وغيرهم، يدقون البيبان بالليل يقولون لهم يابا أنتوا ما تحبوني علي بن أبي طالب، أنا واتركم، أنا قاتل منكم، أنا حروب النبي كلفتني ثمن غالي، الحروب كلها براسي، فكون أدفع ثارات ضرائب، افتهمنا. بابا فاطمة تدعوكم للجهاد، فاطمة، هسه فاطمة هم عدكم ثار وياها، علي بن أبي طالب عدكم ثارات وياه، فاطمة عدكم ثار وياها؟
قاتلة منكم مثلا، مشاركة بحرب مثلا، لا ما عندنا. قالوا فاطمة تدعوكم للقتال، باكر حلوا قروسكم وتعالوا حتى نرجع المياه المجاريها، نرجع الخلافة لأهلها، مو هذا راح يسبب إرباك بالمسلمين من الظهور صاحب الزمان. دقوموا ياي، الأمة بخطر، الدين بخطر. قاموا قالوا له بخدمتك يا أميرة، احنا بخدمة فاطمة. باكر نحلق الصبح تلقانا بباب حوشك. الإمام علي الصبح يفتح الباب يلقى سلمان، عمار، أبو ذر، مقداد. ها؟ وين العهود بالروح بالدم نفديك يا فاطمة؟ وقعوا بالدم. وين؟ تبخرت. ذولا نفسهم أهل الريب والشك والنفاق، نفسهم ما تغير شيء، هم نفسهم الغدروا بالنبي ومشاركوا، غدروا بعلي وشنو؟ نفسهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليش؟ وارتابت قلوبهم. ولهذا الزهراء تستشهد بهاي الآية بخطبتها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما غير أهل اليقين حكم الله مو أحسن الحكم، كما رأوه الذين حكموا بعد شهادة النبي، شافوا حكم الله مو أحسن، حكم الله مو زين، فحكموا بحكم عبد الله، حكم الله. وحللوا الحرام وحرموا الحلال، وأدخلوا في الدين ما ليس فيه منه، وأخرجوا منه ما كان فيه. دخل لي أقرأ لكم آخر آية بعنوان الريب، اللي هو العنوان الثاني للشك اللي عانتهم الزهراء بخطبتها. هم ذولا عبر التاريخ، عبر التاريخ الأحبة وياي، ترى قاعد نكشف، يعني قاعد نمشي لكشف الحقائق بطريقة الباحث الجنائي إخواني. ترى خال مجهر وقاعد نكبر معلومات مهمة حتى نشوفها، مو نكبرها حتى ننطيها أكبر من حجمها، لا لا، حتى نشوفها. لأن ذولاك اشتغلوا بدقة واشتغلوا بدهاء بحيث بعض الناس ما قدروا يكشفوهم، فلما تخلي مجهر قدام شغلهم يتضح، يتضح. بسم الله الرحمن الرحيم. هم ذولا نفسهم أهل الريب، والعنوان الأول أهل شنو؟ الشك. إيه جاوبوا لا تخافوا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ليش معرضون؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه. إذا دعوة النبي بصالحهم يجون يركضون، إذا دعوة النبي مو بصالحهم شنو؟ يعرضون، ينطون للنبي ظهرهم. هاي يسموها صحبة مصالح، هاي يسموها صحبة شنو؟ صحبة مصلحة. هاي زين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ليش؟ شوفوني وياي، ليش ذولا هيك يسوون يا النبي؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم ارتابوا؟ أفي قلوبهم مرض أم شنو؟ هم رجعنا لنفس المرض، ولهذا يخليهم يتعاملون مع النبي بالمرض. إذا الشغلة بصالحهم يركضون للنبي، إحنا بخدمتك يا رسول الله. إذا الشغلة مو بصالحهم يقولون النبي يهجر. قالوا يوم ما قالوا، حتى شوف أنا عليه من أدقن. يعني شوف الآية شو تقول. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، دعوا دعوا، النبي دعاهم إلى الإتيان بكتاب وكتف يوم ما دعاهم. يا سيدي هذا صحيح البخاري أهم الصحاح عند غيرنا، 5 مرات ذاكر ائتوني بدوات وكتف، الثاني قال لا تجيبوا له محمد يهجر. شوفوا هذا صحيح البخاري، هذا 5 مواضع بهذا الصحيح، 5 أماكن البخاري عايدها، النبي قالهم ائتوني، قالهم لا تجيبوا له محمد يهجر. ليش لا تجيبوا له؟ لأن مو بصالحهم مثل ما الآية تقول. ليش مو بصالحهم؟ النبي ايش راح يقول؟ أنا أقول لك شوية، يا شو
أنا أقول لك، قال لهم ائتوني بدوات وكتب، ما إن أكتب لكم شيئا ما إن تمسكتم به لن تضلوا. النبي قبل هذا الموقف مرات وكرات قايل لهم إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فلما قال لهم أكتب لكم بالكتاب ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني إيش راح يكتب؟ قرآن عترة، قرآن عترة بصالح قالوا محمد يهجر لو مو بصالحهم. ذولا أهل الريب وأهل الشك لما شيء مو بصالحهم الله يقول يجون المحمد لو يعرضون. ولهذا هنا بالخمس مرات ذاكرها البخاري، أعرضوا أو لم يعرضوا. شوف، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وصدق البخاري يقول انقسموا نصفين لما قالوا مؤتوني، هذا البخاري قسم قالوا اتوه بدوات وكتف، هسه مو زين نبيكم قبل موته يريد يعصمكم من الضلال، ايش تردون بعد؟ القسم الثاني فريق منهم معرضون، شافوا الموضوع مو بصالحهم قالوا لا تجيبوا له. فالبخاري يقول انقسموا قسمين، قسم قالوا عمي تجيبوا له، قسم قالوا القول ما قاله فلان لا تجيبوا له محمد يهجر. تعاركوا، من تعاركوا طردهم النبي. البخاري قال لهم نقلا عن ابن عباس: لا ينبغي عند نبي التنازع، ما يصير تتعاركون يم سيد الانبياء. برا طردهم. ومن طردهم قال له حبيبي امير المؤمنين تعال، حبيبتي فاطمه تعال، حبيبي حسن تعال، حسين تعال، ذولا لا خير فيهم، انا اختلي بيكم وذولا الى جهنم وبئس المصير، وخلوني بس وياكم، خلوني بس وياكم يا أحبابي يا نور عيني. ولهذا فارق الحياة رأس بحجر أمير المؤمنين، وعين بوجه فاطمة، وفمه يقبل الحسن والحسين. ويقول لك ليش تمشي برا الحسن والحسين؟ شا أمشي برا من؟ أمشي برا المعرضون ارتابت قلوبهم، ورا من أمشي؟ ورا من أمشي؟ وراء من تريدني أمشي؟ أحد علمائنا واحد قال له ليش تمشون برا آل النبي؟ سأله سؤال حلو محطة استراحة، هسه إذا ما أكمل بحثي هنا أنا أكمل باكر وعقبة بالحلة شارع شو اسمه؟ شارع نادر، شارع نادر حسينية آل ياسين، بكرة بالسبعة بجلس هناك وهم على الأنوار أكمل بحثي هناك، يظهرنا ما لحق هناك أكمله إن شاء الله. احد علمائنا واحد من غير من علماء الغير قال له قالت ليش خالين قلوبكم ويا اهل البيت؟ ايش عندك غابصين اهل البيت اهل البيت؟ سأل سؤال قال له الان لو نشر رسول الله من قبره اين يضع رحله؟ النبي الان يقوم من قبره وين يخلي رحله؟ يعني وين يخلي مستقره سكنه غراضه؟ وين يخليها؟ قال له بيت بنت فاطمة يخليها. قال له أنا وضعت قلبي في المكان الذي يضع فيه رسول الله رحلة. حلو الجواب يوم مو حلو؟ قال له أنا وضعت قلبي في المكان الذي يضع فيه رسول الله رحلة، قرة خليت قلبي يستقر بالمكان اللي يستقر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد. عنوان ثالث لهؤلاء الذين أشارت لهم الزهراء بخطبتها من خلال تلاوتها للآية الكريمة وفضحت هي الزهراء. ليش جابت الآية بيهم؟ غير حتى أنا وياك بعد مرور التاريخ نقول الزهراء ليش جابت هاي الآية بقصد؟ شنو القصد؟ القصد موجود بالقرآن، دخل نرجع للقرآن حتى نكشفهم. مو هو هذا الشغل يا إخوة، كون نصير أهل دقة إحنا، والآن قاعد نكشفهم مثل ما أرادت أم النبوة والإمامة، روحي فداها. زين، العنوان الثالث للشك في القرآن الكريم عنوان المرية. عنوان شنو؟ هسه صار عندنا شك ريب مرية. جزاكم الله خير. حقيقة أشكر تفاعل الإخوة في الطليعة، وأشكر هالحضور هذا الكل شباب
كل شباب، حتى الشيبة أشوفهم شباب، بس تدرون شبابنا هم المستقبل، فمن أشوف المجلس كله شباب ونطرح عليهم هاي المواضيع ونبين لهم الحقيقة هذا شيء مفرح. فكل الشكر لكم أيها الأحبة، وشكري أيضا اليوم جون الإخوة وشرفونا الإخوة وتشرفوا بمجلس الحسين أيضا، الإخوة في موكب النجف الأشرف، الإخوة في موكب النجف الأشرف جاءوكم من النجف حتى يشاركوكم بعزائكم للزهراء، يعني أبوا إلا أن يشاركوا أهل الطليعة بعزائهم للزهراء. فأنا باسم أهل الطليعة أرحب بالإخوة في موكب النجف الأشرف، أشوف إخوة من السماوة هم جايين، أهلا وسهلا ومرحبا بهم أيضا. تحية وأكراما لسماحة الشيخ والضيوف الكرام، طيبوا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. البارحة هم كانوا، أول البارحة كان وفد الإخوة شباب الحوراء، الإخوة في شباب الحوراء هم كانوا جايين البارحة وأول البارحة وحضروا المجلس، أيضا أشكرهم وجزاهم الله ألف خير، وأطلب أن يجمعنا دائما وأبدا تحت راية الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. شوفوا إخواني اللي يجمعون اللي يجمعون كلمتنا النبي وآله، القرآن والنبي وآله، إذا تركناهم مشينا برا غيرهم يفرقونا، يخلون كل واحد جوا نجمة، يخلون الأخ يحقد على أخيه، خصوصا أحزاب وسياسة وما أعرف إيش، وذولا شغلهم تفرقة بين المؤمنين. إذا خطنا صار محمد وآل محمد، شوفوا هذا الائتلاف والوحدة والمحبة والتآخي والتكافل، وواحد يساعد الثاني بالقرآن وأهل البيت. تركنا لا سامح الله، أعوذ بالله، استجير بالله، تركنا القرآن وآل البيت فعرفوا كل واحد جوا نجمة، ونتقاتل ونتذابح بياناتنا، نتذابح وواحد يقتل الثاني، وواحد يتقرب بدم الثاني إلى الله، مع أنه يتقرب لو يبتعد عن الله، يبتعد عن الله. فخلونا مع القرآن وآل البيت، ولنصير كل يوم جو وراية. حافظوا على أنفسكم، على أولادكم، على، أطلب من الله أن يحفظكم وجاه محمد وآل محمد. العنوان الثالث عنوان المريم، بسم الله الرحمن، أقرأ لكم آية آيتي، أنا ما أقرأ كل الآيات حتى أنتقل للرابع بسرعة شوي، خلي أتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية، يعني شك ريب، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يعني ما عندهم يقين بالقيامة. ولقد أنذرهم بطشتنا لوط، أنذر قومه، ولقد أنذرهم بطشتنا عذابنا يعني، فتماروا بالنذر، تماروا يعني شنو؟ شكوا بالنذر، فبأي آلاء ربك تتمارى، تشك بأي نعمة من نعم الله تشك. ونعمة محمد وآل محمد هي أعظم النعم، أتممت عليكم نعمتي في يوم الغدير، فبأي آلاء ربك تتمارى تشك، بنعمة فاطمة تشك، بنعمة علي تشك، بنعمة الحسن تشك، بنعمة الحسين تشك، بنعمة السجاد تشك، بأي آلاء ربك تتمارى. زين، العنوان الرابع، أقرأ منا آية واحدة، خلي أتحرك بالبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صار عندنا شك وريب مرية أربعة، وهو العنوان الأخير اللي راح أوقف فيه، ماكو عناوين أخرى أتركها، قاعد ألخص البحث، أتركها وأختصرها يعني. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ابتلاء امتحان انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أعداء الزهراء ذولا، يعبد الله على حرف، بصالحة مشبي مو بصالحة ترك، الله يقول ذولا لا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا ولا آخرة، دول أعداء فاطمة.
لا دنيا لا آخرة. نستجير بالله. والله يا ربي لو أشكرك منا اليوم القيامة على نعمة ولاية آل البيت ما أعطي حق هذه النعمة يا رب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا لك يا رب، الحمد لك يا رب، الشكر لك يا رب. ذول أهل العناوين الأربعة اللي أشارت لهم الزهراء بخطبتها رب العالمين. شوفوا هاي التفتولي، رب العالمين يقول ذول إلهم عذاب بالدنيا وإلهم عذاب بالآخرة. عذابهم بالدنيا الحيرة والتيه والضلال. إخواني خلي أضرب لكم مثال، حيرة وتيه وضلال. باوعولي حجي زيد، حجي زيد بالطليعة فرضا، أنا مو أقصد أسخاف صدق أكو حج اسمه زيد، ما قصده، أنا أحشي بصورة عامة بشكل عام أحشي، ماكو يلا الحمد لله. أصلا حج فلان، هسه ليش نقول بيت حج فلان؟ يجي واحد هنا يبحث عن بيت حج فلان، هو ما يندل بيت حج فلان، مرة يندل يجي عليه قبل، بعد ما يحتاج يتردد ويتيه، صح يولا؟ أني أندل بالشارع الفلاني أجي عليه مباشرة، لا تعب ولا هم يحزنون. مرة أني ما أندل أطب من هذا الشارع وأطلع من ذاك الشارع وأرجع من هذا الشارع وأجل هذا الشارع، لأن أنا شك وريب ومري وحرف تيه ضلال انحراف. رب العالمين من يتكلم عن ذول أعداء الزهراء يقول فهم في ريبهم يترددون. بالله عليكم هذا اللي يتردد في ريبه وقاضيها، لا هو رايح البيت ولا هو رايح البيت حج فلان ولا هو ماشي منا ويروح منا ويجي منا ويقضي عمره منا ومنا، هذا خسر الدنيا والآخرة يوم غزر. ولهذا القرآن الكريم يقول فهم في ريبهم يترددون، هاي رايحين هاي جايين، هاي ماشيين ببرا هذا هاي ماشيين ببرا ذاك، هاي ماخذين دينهم من هذا ماخذين دينهم من ذاك، هذا يحلل لهم وذاك يحرم لهم، هذا يقولهم هاي صاح وذاك. أما أنا وياك صراطنا مستقيم، لا هذا ولا ذاك، محمد وآل محمد. الحلال اللي قال عنا محمد حلال المهدي قال عنا حلال، والحرام اللي قال عنا محمد حرام الإمام المهدي هم قال عنا شنو؟ حرام. حلالنا واحد، حرامنا هم شنو؟ واحد. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه هم حرامه إلى يوم القيامة. مشكلة هم ما عندنا صراط من عرفه نمشي عليه مستقيم، ما عندنا غيره، لأن احنا أهل يقين واضح الأمور عندنا. أما هذا كل يوم مشكلة، ما أقدر كل شيء أحكي يعني، مواسانة عندي شواهد هواي بس يعني بعد. وهل ينطق من في فيه ماء؟ مو كل شيء أقدر أحكي، مو يعني يا سيدي من الله يحفظك ويحرسك. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وآله ويقول مثلا ذني المتعتان حلال، يجي من بعد غير النبي بعد وفاة النبي يقول النبي حللهم وآني شنو؟ أحرمهم. هو هم يقول ربعهم يعترفون يقولون صح النبي حلل هذا حرم، هم من حلل النبي قالوا حرام، من حرم فلان ايش قالوا؟ لا من حرم من النبي حلل قالوا حلال، من حرم فلان قالوا حرام، ومشوا ببر فلان وعافوا منه، عافوا تحليل النبي صلى الله عليه وآله. احنا هذا يمشي عندنا الحكي؟ احنا هذا احنا النبي قال حلال حلال، النبي قال حرام شنو؟ احنا خط مستقيم، مو كل يوم شكل، احنا ما عندنا لعب، الدين مو لعب، مو لعب. غيرك يقول حي على خير العمل كانت بالاذان بزمن النبي، حي على خير العمل مو بس زمن النبي، بزمن الاول كانت بالاذان، بزمن الاول الحكم بعد النبي الى ان مات كان بالاذان حي على خير العمل. اجى الثاني من بعد الاول قال لهم ياب احنا عندنا فتوحات، وهاي الناس من تسمع الصلاه خير العمل راح تعوف الجهاد وتبقى شنو؟ تصلي الجهاد صعب مو سهل،
مجروح ومقتول، فيقول لك إذا الصلاة خير العمل أخوانا تلب بالصلاة وعوف الجهاد. قالوا له والحال؟ قالوا محي على خير العمل شيلوها. شالوها ذاك يوم، شالوها هذا يوم، هم رجعوها. زين مو هو الله أوحى الأذان للنبي قال له حي على خير العمل؟ زين الله ما كان يدري من قالها وفلان يدري مثلا؟ انشالت خلاص، انشالت ذاك يوم، انشالت هذا يوم، ما انشالت. هذا الحكي عندنا يمشي؟ هذا ما يمشي. محمد من قال حي على خير العمل، حي على خير العمل تبقى إلى يوم ال... احنا ما نتردد، احنا مو في شك، احنا مو في مرية، احنا واضح اليقين عندنا. من اقول لك القرآن يقول عن ذولا فهم في ريبهم شنو؟ يترددون، يترددون. وهذا اصعب عذاب في الدنيا، ان يكون الانسان في حيرة وضلال وتيه، هذا اصعب عذاب. واما عذاب القيامة فبعد نار جهنم الى اخره. الإخوة بعدهم وياي لو عافوني وياي. زين هسه الطريف، والله عجيب الطريف، احنا مو قلنا يترددون؟ تيه، ضلال، تشويش بال، بال مشوش، مو هيك قلنا يا لا؟ ولهذا رب العالمين همشي خاطبهم بالقرآن في آية من الآيات يقولهم فأين تذهبون؟ يعني الأمثال تضرب ولا تقاس. المثل يقولون يقرب من جهة ويبعد من جهات، بس أوضح الفكرة. هذا يدور على بيت حج فلان، وانت تدري حج فلان من نابيته، وهو ماشي من نانا يريد يوصل بيت حج فلان، شو تقول له انت؟ وين رايح؟ بيت حج فلان من نام مو من نام. الله يقولهم فأين تذهبون؟ خلينا لكم سفينة نجاة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها. انتوا رايحين وين؟ قالوا له سآوي الى جبل يعصموني. قالوا ما لا عاصم اليوم من امر الله، الجبل يغرق، بس سفينة النجاة تنجو، وسفينة نجاة محمد، عترة محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. فأين تذهبون؟ القرآن الكريم يقول فأين تذهبون؟ وين رايحين؟ زين يا رب العالمين، دشوف دشوف تسلسل القرآن الحلو. شوف شوف شوف، أنا ما أدري قاعد أحكي حكي علمي لو قاعد أسب وأشتم، قاعد أحكي آيات ترى. يعني اللي يعترض على هذا الحكي يعترض على القرآن الكريم. هذا الكلام مو لكم أقوله، أقوله لغير أتباع آل البيت. أقولهم يا إخوتنا، يا أحبتنا، يا من نريد لكم الخير، أتباع آل البيت نحب السلم والسلام، ما نحب الدم والحرب عبر تاريخنا احنا اهل سلم، عبر تاريخنا احنا مظلومين، صحيح؟ ما يوم ظلمنا واحد ابدا، ما يوم ظلمنا واحد ابدا، ولا نحب نظلم واحد. ائمتنا علمونا هكذا. هذا الكلام اقول له لاخوة المسلمين من غير اتباع آل البيت، اقولهم يا اخوتي، انا قاعد اقرا لكم ايات، خطبة الزهراء ثابتة عندكم وثابتة عندنا، يعني مجمع عليها عندنا وعندكم. فاطمة اللي بصحيح البخاري، هسه ليش أتعبكم؟ أنا اليوم تعمدت جبت وياي صحيح البخاري. شوفوا إخوان هسه ولو ثقيل هذا، شوفوا مخاف بعض الإخوة ما يصدقنا. هذا أمامكم صحيح البخاري، شوفوا بس باوعولي، كلكم باوعولي، هذا صحيح شنو؟ أصح كتاب عند الغير، موتشي. شوفوا إخواني، باب مناقب قرابة رسول الله، باب مناقب قرابة رسول الله ومنقبة فاطمة عليها السلام. شوفوا الآن علماء الغير من يجيبون فاطمة يقولون رضوان الله عليها، لكن شيخهم البخاري يقول شنو؟ هاي أمامكم، شوف شوف، ومنقبة فاطمة عليها السلام. البخاري يقول، البخاري أحسن منهم، هم الآن يقولون رضوان الله عليها، ويقولون الشيعة شلون يقولون أهل البيت عليهم السلام. أصح صحيح عندهم شوف شي يقول، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي، قال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أعيد باوعولي،
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أنا أسألكم، مريم من أهل الجنة أو مو من أهل الجنة؟ ها؟ من أهل الجنة؟ يعني فاطمة بصحيح البخاري شنو؟ سيدة مريم؟ زين. آسيا بنت مزاحم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، آسيا من أهل الجنة أو من أهل الجنة؟ فاطمة بصحيح البخاري نقلا عن النبي شنو؟ سيدتها. حواء من أهل الجنة أو أهل الجنة؟ فاطمة شنو؟ خديجة من أهل الجنة أو أهل الجنة؟ من أهل الجنة. يعني فاطمة شنو؟ هسه هذا بعد هم أكو واحد يناقش به؟ خو صحيح البخاري عندهم، صحيح البخاري هذا قرآن عندهم ما يناقش به أحد. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طبعا أنا أسألهم أقلهم سيدة أهل الجنة لما تقول بعد وفاة النبي صبرت منكم على شنو؟ على تقطيع الشفرات، على طعن الرمح، يعني ايش صار بالزهراء سيدة أهل الجنة؟ زين أنتوا توقفون ويا الزهراء سيدة أهل الجنة لو يا ريب شك مرية حرف يترددون تيه ضلال انحراف، فأين تذهبون؟ وين رايحين؟ تاركين سفينة النبي؟ زين يا رب العالمين ذولا إلهم حال يوم ما لهم حال. شو طلع شي يقول عن ذولا؟ والله يا عجيب. شوف القرآن شي يقول عن ذولا، أرجوك باو علي أرجوك. يقول تدرون ذولا شنو حلهم الوحيد؟ سمعوا القرآن يقول تدرون ذولا أهل هاي العناوين اللي الزهراء طبقتها عليهم بعد وفاته، تدرون ذولا شنو حلهم الوحيد؟ شنو يا رب؟ يقول الله، تبتدئ الآيات بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهر، وبعدين تقول أفمن أسس بنيانه على إلى أن تقول الآية. ها شوف، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في ناري. الله يقول يا ناس أنا أسألكم وأنا انطيتكم عقل، يا هو الأحسن الباني بنيانة على أساس تقوى على ابن أبي طالب، لو الباني بيته على رمل ويجي بس يجي الماء ياخذ البيت هو أساسه، يا هو الأحسن؟ الله يقول ذولاك. زين سمعوا البقية، سمعوا البقية. زين جرف نهار فانهار به في نار جهنم إلى أن تقول ولا يزال بنيانهم الذي بنوا، من هم؟ الثاني. ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ها وصلنا للشك ولا رجعنا، ريبة في قلوبهم. زين والحل؟ إلا أن تقطع قلوبهم. تدرون شنو حل ذولا؟ الله يقول شنو؟ كون تلزم قلوبهم شنو؟ تقطعه قطعة قطعة، حتى قبل الملائكة وين تاخذهم؟ النار جهنم. غير هذا ماكو حل. هذا الله يقول مو أنا. هسه مرة أنا أقول قول علي أنت متطرف، مرة الله يقول بعد أنا شو شارد أقول يعني. الله يقول هذا الحل، إلا أن تقطع قلوبهم قطعة قطعة. وإلى جهنم وبئس المصير، وإلى جهنم هم بطريقة ذاك اللي قالهم الإمامنا يكذبون علينا. قالوا شلون يكذبون عليك؟ بس أنا ما أدري ليش شاهدت الزهراء. قالهم يقولون حساب وكتاب ومنكر ونكير، أنا لا حساب لا كتاب لا منكر، بس متى شالوني ذبولي بنار جهنم، لا واحد سألني لا واحد حاشاني لا واحد، لا إجاني منكر لا جاني نكير، من موت الجهنم. ذول اللي تقطع قلوبهم بهالطريقة قبل. شنو من آية هاي؟ شنو من آية هاي؟ أعيدها. ولا أو لا يزال، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فيظهر هاي القلوب
بعد قابلة للتطهير والرجعة يو ختم الله بلران أم على قلوب أقفالها طبعة. شو تشوفون؟ أكو أيوه يظهر بعد ماكو خط رجعة، يظهر السرطان انتشر بكل الجسم بعد خط رجعة ماكو، خلاص ماكو خط رجعة، ماكو خط رجعة. زين خلي اخذ لي بعد فد خمس مو خمس دقائق، ثلاث دقائق حتى نروح للمصيبه، ثلاث دقائق بعد. في مقابل هؤلاء اللي هم اعداء الزهراء، في مقابلهم اولياء الزهراء اهل اليقين الذين راوا حكم الله شنو؟ احسن الحكم، احسنتم احسن الحكم، ولهذا وقفوا مع الزهراء بعد وفاة النبي بكل مواقفها سلام الله عليها، كعمار كالمقداد كأبي ذار، ذولا شنو يقود الحق فيهم؟ ها عندنا ربع كل الزين جماعة، هم انطونا وقت إضافي جزاهم الله خير، تتحملونه مو بعد آخر ليلة تحملونه. القرآن الكريم شي يقول بالمقابل ذولاك؟ شوفوني بالبداية طبعا يجي ذولاك، يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن يعني قلوبكم رين وشك وشبهة ومرية وحرف تيه ضلال تردد تذهبون كنت قطع هذه القلوب. زين إن الدور يخلي مقابل ذولاك أولياء الزهراء، إن لا تقولون مؤمنين، قولوا مسلمين، شهدنا شهادتين، مسلم منافق هم أكو طبيعي، مسلم بس منافق. إنما الله يقولهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله 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 الله، المؤمن هذا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأمهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لما هؤلاء هم الصادقون أولئك المدعون شي يكونون؟ ها ولهذا أيها الأحبة هؤلاء الصادقون هسه ذولاك يترددون تقطع قلوبهم، أين تذهبون؟ زين ذولا أهل اليقين، فأنزل السكينة عليهم، لأن ذولاك تيه ضلال انحراف تردد، فاللي في مقابلهم شي يكون؟ سكينة. إيه هو أبو اليقين شي يكون؟ سكينة هدوء اطمئنان راحة. الشاعر يقول للأمير المؤمنين أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم لكان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من كان موقنا موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها. هذا اطمئنان يوم اطمئنان، شوف هدوء خومو مثل ذاك. أحد علمائنا يناقش إلى آخره، فمن بعد نقاش طويل قال لأني أطلب من الله بجاه محمد وآل محمد بجاه رسول الله الأعظم أن يحشرك مع يزيد اللي يدافع عنه. ذاك قال له أعوذ بالله لا دعو علي بهذا الدعاء، قل الله يحشرني مع محمد. شنو مع يزيد؟ قال له عجيب، هذا ما مطمئن، شوف شك ريب تردد، أين تذهبون؟ شوف قال له إذا هيك خايف من يزيد وعاقبته وما ترجع، على شنو صار لك ساعة تدافع عنه؟ احنا قاعد ندافع عن اهل البيت ونقول اهل البيت لو للنار هم نروح وياهم، بس اهل البيت هم يقسمون بين النار والجنه. ويقين احنا عندنا، انت ما عندك يقين، انت انا عندي فاطمه، فاطمه ام اليقين وابو اليقين. هذا البخاري يقول فاطمه سيد سأل الجنه، انا بعدك عندي شك؟ كتبنا وكتبكم، اجماعنا واجماعكم، فاطمه الحسين
سيدي شباب أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، علي سيد رجال أهل الجنة، يعني الجنة كلها لأئمتنا، صحيح ولا لا؟ سيدة النساء فاطمة، سيدة الشباب حسن وحسين، ذول نتبعهم إحنا. أنت منو عندك بالجنة؟ النبي أنطام قام بالجنة، حتى عندك يقين مثلي. شو تطيني؟ من هو؟ من هو؟ الوزغ مروان مثلاً من الجنة، وزغ المغيرة ابن شعبة اللي كان يلقب أعور ثقيف وأزنى ثقيف، الوليد بن عقبة للقرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق مثلاً منو؟ غير أعرف منو؟ تقول لي منو؟ أنا عندي فاطمة النساء، عندي الحسن سيد الشباب، عندي علي سيد الرجال، عندك ليش تحيرني؟ شوفوا أحبابي آية أخرى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، باعتبار ذولاك ريب تردد شك عدم اطمئنان، اليقين سكينة أتباع هذا البيت. زين، هنا أريد ألفت نظركم إلى نقطة دقيقة كلش، باوعولي شوفوني. هنا السكينة نزلت على المؤمنين وما نزلت، ها دخل عيد الآية. أولا الآية الأولى اللي قريتها أكو عندي حكاية مهمة، فأنزل السكينة عليهم، عليهم يعني النبي وجماعته، ما قال عليه، على شنو؟ عليهم، نبي وعمار وسلمان. زين، وهو أو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذن السكينة مو فقط تنزل على النبي، تنزل على قلوب شنو؟ أهل اليقين لويا النبي. زين، أكو مورد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يا إلى آخره، كانوا يا واحد والسكينة نزلت. شوف القرآن مثل هاي الآية نزلت على المؤمنين وقال نزلت بس على النبي. دي شوفوا خلي أقرأ لكم الآية ستو عرفتوا المقصود، خلص تبع تربية منابر، بس شوفوا. إذ هما في الغار إذ يقول لا تعزنا معنا، فأنزل الله سكينته عليه. زين يجمع عليه ما مثلا سؤال مثلا ليش على النبي؟ ليش بذيك الآيات أنزلها السكينة على المؤمنين؟ ذيك الآيات عليهم، ليش هنا صارت عليه بس على النبي؟ مو النبي ويا إلى آخره. السكينة ما تنزل إلا على أهل يقين، ذاك ريب تردد شك تذهبون إلى آخره. شوفوا دقة القرآن الكريم، شو يسوي القرآن الكريم؟ شوفوا دقة القرآن الكريم، الزهراء فقرتها بالخطبة رادت تشير إلى كل هاي المعاني كون نفهمها، الخطبة كون نتعامل وياها بدقة، كلمة كلمة، حرف حرف، حرف حرف خطبة الزهراء. لأن تدرون إخواني الزهراء ما كانت كل شيء تقدر تقوله بصراحة، تتكلم الزهراء بلغة مبطنة، البطان يحمل معاني عديدة أنت كون تفهمها، الحادق يفهمها، الذكي يفهمها، اللي نور الله قلبه للإيمان شنو يفهمها. الزهراء لو متكلمة بشكل صريح كلش الخطبة وصلتنا يوم ما وصلتنا؟ ما وصلتنا، لأبادوها. إذا تضربهم بشكل واضح ومباشر توصل. هاي مثل البطراء اللي يقول لك علي بن أبي طالب الله ليش ما ذكر اسمه بالقرآن، ليش ما ذكر اسم الحسين بالقرآن، آخر هو الله لو ذاكر اسم الحسين بالقرآن يوصل لك القرآن؟ مو الله يريد كتابه ما يتحرف، لا يزيدون بي ولا ينقصون منه، إذا خلى أسماء آل البيت وليحكم عدو آل البيت، لو يشيل أسماءهم صار أكو لعب بالقرآن، لو يخلي أسماء ربعة ويا أسماء أهل البيت صار هم زيادة بالقرآن، يعني القرآن لو يصير بي نقيصة لو يصير بي شنو؟ فرب العالمين ذكر آل البيت بعناوين عظيمة أعظم من ذكر الأسماء من دون أن يشير للأسماء حتى يعطي حجة للذين يحكمون يتلاعبون بالقرآن الكريم. فسمى أهل البيت مباهلة،
سمى أهل البيت تطهير، سمى أهل البيت ولاية، سمى أهل البيت غدير، سمى أهل البيت مقربون، سمى أهل البيت إن الأبرار يشربون من كأس، سمى أهل البيت ويطعمون، سمى أهل البيت كوثر إن أعطيناك الكوثر، سمى أهل البيت مصطفون ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، سمى أهل البيت راسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سمى 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 من دون أن يجيب الأسماء ويتلاعبون بالقرآن الكريم. هكذا فعلت فاطمة بخطبتها. شوف الشغل، صيروا أهل وعي، صيروا أهل وعي. ليش الله ما ذكر الحسين بالقرآن بالاسم؟ إيه ما هو الشانوي يحكمون ربعك مو ربع الحسين، ربعك شلون يقبلون اسم الحسين يبقى بالقرآن؟ لو يشيلوا لو يخلون اسم ربعهم ويا اسم الحسين حتى الكفة تتوازن. مو هاي صارت بحديث النبي، النبي لما قال فاطمة بضعة مني شالوا هاي ذبوها على ما أدري مو يولا، قالوا فضل ما أدري منه على النساء كفضل الثريد على بقية. ينبينهم يا مما النبي ثريد وطعامه، ينبينهم مو حكايات النبي. تشوف الفرق، فاطمة بضعة هاي بالبخاري الله يشهد ورسوله، هاي فاطمة بضعة حرمات وخرت الورقة أنا، هاي فاطمة بضعة مني موجودة بالبخاري يظهر شلت هذه الورقة. المهم هو مناقب فاطمة بالبخاري، فاطمة بضعة مني من أغضبها بهذا البخاري موجودة، خلوا فضل ما أدري منه على بقية النساء كفضل الثريد على النبي يحكي بالثريد. النبي يجي للزهراء يقولها صار ثلاثة أيام لقمة مداخلة بأحشائي، عندش طعام تطيني فاطمة؟ الزهراء شافت روحها ما عندها طعام، قالت ثلاثة أيام أنا ما ماكل شيء. النبي قالها والله يا إخوان والله صدقوا يا إخوان، قالها ثلاثة أيام أنا لقمة بأحشائي منازلة يا فاطمة، أكو عندك شيء تطيني؟ هي ما كان عندها شيء، بيتها فارغ. شو تسوي الزهراء؟ تقول له ما عندي، أبوها جاي يطلب منها طعام رسول الله، يقول هاري طعام، تقول له ما عندي يا رسول الله. قالت له تفضل يا رسول الله، ما قالت له عندي وما عندي، قالت تفضل للبيت يا رسول الله. وقالت من يدخل أني أتوجه الرب أقول له إلهي لا تفجرني ويا حبيبك محمد، تدري بي أنا طعام ما عندي ومحمد جوعان. دخل رسول الله قاعد ينتظر الطعام، اجت المحراب هلقت جفنة تفور، جفنة جفنة تفور تفور بيها طعام ما ذاقوا الناس بطعمه ولا برائحته الزكية. جابت الجفنة وخلتها قبال أبوها، قالت تفضل يا حبيب الله كل يا أكل. قالها فاطمة ما ألذ هذا الطعام، مين لك هذا الطعام؟ قالت له والله يا رسول الله أنا ثلاثة أيام جوعانين العسل ولا شيء. يجون الحسن حسين صغيرون يقول لي أمه جاء أعطي تمرة أقول له أكلها منا الباتر الله كريم، بس يا رسول الله من قلت لك تفضل؟ جيت لقيت هاي الجفنة. قالها تدرين من جاب لك إياها؟ جبرائيل نزل لك إياها من الجنة يا فاطمة. في باكر اكمل، كان عندي هواي مواضيع اخرى باكر اكملها ان شاء الله. يكفي هذا الكلام، خلي هيئكم للمصيبه. قصه المقداد اتصور سامعيها، قصه المقداد الامام علي راح استقرض 3 دنانير 5 دنانير لان فاطمه قالت له ابا الحسن الحسين وجهه صار اصفر، الحسن وجهه اصفر، زينب تبكي ميت جوع، الحقنا يا امير المؤمنين، تجيك الفلوس توزعها وما تبطي لاولادك. يروح شوف لنا شاره، طلع الامام يستقرض اخذ له 5 دنانير. قاعد يمشي الدنيا ظهر حاره، لقى المقداد واقف بالشمس الظهر، قال له مقداد، قال له فداك ابا الحسن. قال له شو مطلعك بهاي الظهيره؟ قال له والله يا ابا الحسن انت شو مطلعك بهاي الظهيره؟ قال له انا استقرضت فلوس اريد اسوي طعام للحسن والحسين جوعانين، صار ثلاث ايام ما ماكلين شيء. قال له المقداد يا ابا الحسن الذي اخرجك اخرجني، طلعك طلعني. قال له شلون؟ قال له ما صار 3 أيام ما ماكلين شيء، زوجتي قالت لي مقداد تطلع روح اشتغل، روح سوي لك شيء يجيب لنا فلوس متنا جوع، وانا اباوع شو اسوي ما ادري يا امير المؤمنين. وقفت محتار بالشمس ما اعرف شو اسوي. الامام علي قال له خلص مقداد روح اتسوق هاي ال5 دنانير وروح اتسوق. ورجع وسوى مستقرض يجيب اكل الفاطمه،
رجع الفاطمة بلا أكل. طبعا الزهراء هم اللي قد جفنا ببيتها سلام الله عليها ومنتظرة علي يرجع. رجع عمير الموت قالت له أبا الحسن إيش جبت لنا؟ قالها والله فاطمة ما جبت شيء. قالت له شلون ما جبت شيء؟ قالها استقرضت 5 دنانير لقيت المقداد جوعان ومرته جوعانة وأطفاله أطيت 5 دنانير رجعي. قالت له تعالوا كل يا أمير المؤمنين. قالها منين؟ قالت له جفنا نزلت من السماء لي ولك وللحسن والحسين والحسين. يا إخوان عندي ربع ساعة دخلي هاي قلوبكم هاي أرد أخليها تروح للزهراء. قلبي وقلبك يروح للزهراء. الله لا يفرق قلوبنا عن الزهراء بجاه الزهراء. يا سيدتي منو تحبي أكثر شيء بالدنيا؟ ربك تحبيه، إلهك تحبيه، وأنت تتعبديه، كنت توقفين بالصلاة إلى أن تتورم أقدامك يا زهراء لله. أبوك تحبيه، الحسين تحبيه، الحسن تحبيه، أحلفك بيهم كلهم يا سيدتي. ادعينا أن نبقى على محبتك والبراءة من أعدائك بجاهك عند الله، وبقبر نكون أول ما نفتح عيوننا بوجهك يا أم الحسن والحسين. ليلة الوحش يكون عيوننا أول ما نفتحها بوجه فاطمة حبيبة الله، وتأخذين بإيدينا للجنة ومرافقتك يا حبيبة المصطفى. يهود قالوا للنبي قالوا له هاي بنتك فاطمة خل تحضر بعرسنا، عندنا عرس. وتدري ذول اليهود تجار، من ذاك الوقت تجار اليهود، تجارة المدينة كلها بيدهم كانت. فهاي نسوانهم تلبس أفخر الثياب، أفخر الحلي، أرقى الحلي. الزهراء ميلها حلي، ميلها عباية مثلا ما عندها. سلمان يقول مرة شفتها لابسة عباية 12 مكان مخيطة من خوص النخل. يقول قم تبكي، قلت هاي النسوان ترفل بالحرير وبت محمد لابسه. يقول باوعت لي قالت لي سلمان انا بت الاخره مو بت الدنيا. احنا لو نريد الدنيا الزم التراب وبايد التراب يصير ذهب. كنوز الدنيا كلها بايدينا سلمان، شو اسوي بيها انا بت الاخره. المهم ففاطمه ابوها لما اجا لابوها قالهم فاطمه عندها زوج، روحوا قل له زوجها إذا قبل فاطمة تحضر خد تحضر. إجوا زوجها أمير المؤمنين قالوا له الإمام علي يظهر وافق سلام الله عليه. هاي رواية، بعض الجهلة ما يقبل بكيفه. هاي رواية موجودة بكتبنا مصادرنا. قبل الإمام علي سلام الله عليه، أرادت تمشي العرس هم لبست هاي ملابسها القديمة، ما عندها ملابس جديدة، لبست ملابسها القديمة. طبعا هم ذولا كانوا ناوين الزهراء من تحضر يعيبون عليها، يعني باعتبارهم ماشي لبسون وهي ايش تلبس. اثناء ما تريد توصل للباب نزل جبرائيل وبيد ثوب من الجنه لم ير الراؤون اجمل منه، وقال للنبي قال له يا رسول الله هذا الثوب الفاطمه حبيبه الله، ذولا يرجون يستهزئون بالزهراء، الله ما يقبل واحد يستهزئ بالزهراء. فاطمه حبيبه الله خد تلبس هذا الثوب وتروح. لبست الثوب تقول الروايه فسجدن نساؤهم بين اقدامها وأسلمنا. النسوان سجدت على جمالها وبهائها وأسلمنا. وإذا بحبيبة الله معصورة بين الحائط والباب، مكسرة ضلوعها، مسقط جنينها. يا جماعة الألم كبير، اللي ينكسر ضلع ألم كبير، بالليل ما يقدر ينام، اللي يسقط المرض سقط جنينها بعصره. الألم يكون شديد أيها الأحبة أيها الإخوة. يا حبيبة المصطفى بويا قمت للباب لكن ما علي حجايا، حسبي الرجس النجس من لذت خلف الباب. عصر لي أبويا والجنين مضايا يا أبويا، ومحزن يا ليزت منه. لبيات المعروفات الله يرحم خطبائنا السابقين كانوا يقروهن وحفظ. صار لي يوم أنا أقرأ لكم كل جديد، فصيح جديد، شعب جديد. يعني شنو رايكم القديم منعوفه؟ لا منعوفه، هذا تراثنا خطبائنا، حفظنا هاي الابيات من خطبائنا القدماء، الله يرحم شعرائنا القدماء. يقول بس غاب شخصك يا ولينا على القدر وعجر ولينا.
أنا ذني الأبيات أكو عندي مناسبة بيهن أحبهن. من رحت للحاج مريت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وكان زحمة يم قبر النبي وذولا واقفين ما يخلون واحد يسلم ما يخلون، فأنا فادني الازدحام فادني بحيث توقفنا لفترة طويلة أمام قبر النبي ما نقدر نطلع. دنقت بيني وبين روحي قلت له يا حبيب الله اليوم إلا أخليك تباوعلي وتنظرني. شلون إلا أخليك تباوعلي وتنظرني؟ قلت له راح أقرأ لك القالة فاطمة وأنا من أقرأ أجيب اسم فاطمة أنت تباوعلي أدري مو إلي أنا في الفيل ما أسوى الفاطمة كرامة الفاطمة. شي قرأت له ولهذا أحبهن قرأت له ودموعي تجري قرأت له بزغاب شخصك يا ولينا على القدر وعشر علينا بويا إجانا الصهاكي وشياطينا وياهم حطبهم جايلينا وياهم حطبهم جايلينا أنا ليه طلعت ولها وحزينة قلت ليش عندك جايلينا ولك إيش عندك جاي لينا لينا وكل يوم قلبي مروعينا أخ عليك وعلى قلبك أخ على قلبك يا بك كل يوم قلبي مروعينا أبويا من شافني المشرك بدينا. عندك غيرة على الزهرات تابو الغيرة والله تابو الغيرة والله تابو الغيرة بويا من شاف للمشرج بدينا ردني ردني وسطر خد بيمينا عصرت بين الحائط والباب سلام الله عليها فأسقطت جنينها تقول فضة خادمتها لما دخلوا إلى الدار وأخذوا عليا وأدخلوه من الباب الداخلي على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جئت إلى فاطمة وهي خلف الباب وقد أسقط جنينها كسرت أضلاعها أحمرت عينها أسودمت نغا فلما رأتني صاحت إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني فلقد أسقط والله جنيني ثم سألت فضة سؤال صاحت يا فضة وين أبو حسين قلي لي وين علي وين علي دول يردون يقتلون علي أنا أكون أخلص علي. يا أم الغيرة يا أم الحمية شلون أقرأ عليك شلون أقرأ عليك يا أم الحمية يا من أنقذت النبوة والإمامة يا أم محمد صاحت يا فضة وين أبو حسين خلي يشوف دمعي على الخدي يا فضة انكسر ضلعي وطاح الجنين يا فضة هسه خلي احضر الكرار قالت يا سيدتي عوفي علي اخذوه علي راح انت وينك وين علي شوفي حالك الصاير بيك دمك يجري دم صدرك يجري جنينك طايح ضلوعك مكسره تعاي استراحي بالبيت. قالت لها ابد جيبي عبايتي جيبي عبايتي جابت لها عبايتها لبستها دخليني للمسجد دخليني للمسجد انا ما اقدر امشي اتوجع عليك. الحسن والحسين اجوا وخلت ايد على الحسن ايد على الحسين فضه لازمتها من نانا وتقودها للزهراء وطبت للمسجد. علي اخذوه بايع لو انقتلك علي قالهم ما ابايع قال لو انقتلك. اتفاجئوا واذا بصوت من خلفهم ارجعوا لي علي. اوه هاي ما ماتت صورنا ماتت وخلصنا منها بعد هي عدله هاي اي بعد هي عدله. قال له قنفذ رجعها اجى رادي رجعها قالت له والله ما ارجع الا بامير المؤمنين تردون تقتلوك ولا خلصه علي عنده مهمه كون يكملها. رجع له الصاحبه قال له ما ترضى ترجع قال ارجعها بصوتك. مولانا لوعها بصوته تلوى الصوت على متنها على يديها
اكو عندنا روايه بعد لي 4 دقائق، شوفوني شوفوني باوعولي، اكو عندنا روايه ببرا مال الامام علي دفن الزهراء، باوعولي. ثاني يوم الصبح اجى فلان وعلان قالوا وين الزهراء، نريد نشيعها، كتلوها ويشيعوها. الامام طلع لهم المقداد، الامام علي ما طلع، طلع لهم المقداد قال لهم فاطمه دفناها بالليل، ماكو، انتهى الموضوع، اتركوه هذا الموضوع، فاطمه دفناها. ليش شنو بنت النبي؟ قال لهم هي وصت، انطت اسماء لي يحضرون بجنازتها، اسماءكم ما موجوده، احنا كم واحد اسماءنا؟ 10 نفرات، شيعناها بالليل ودفناها. يقولون الثاني اخذ صوت قام يضرب المقداد على راسه، قال له ليش تفنتوها؟ مو احنا نريد نشيعها ويضربها. المقداد شي يقول له؟ قال له ضربني على راسي، اني منو حتى ما تضربني؟ فاطمه بنت رسول الله ضربتوها على راسها. قال له انتو فاطمه ضربتوها على راسها، انا ما تضربني على راسي. المهم ما رجعت، رجعوا لها خالد بن الوليد قراب السيف، قام يضربها بأحشائها بقراب السيف. قالت له ما أرجع إلا بعلي، شافت علي ابتعد، همت أن تكشف عن رأسها فارتفعت حيطان المسجد، هبت ريح اصطفقت الأبواب، الوضع صار يخوف. قالت له ما أطلع رأسي، أطلع رأسي وش يصير؟ خيصير الدنيا تنقلب بهلها، أطلع رأسي إذا ما ترجعون علي. الإمام علي قال له سلمان، قال له أدركها يا سلمان، اركض اركض، وكفاطمة راح تقلب الدنيا بهلها، اركض جاهة. سيدتي إن الله بعث أباك رحمة، يقول كسرت قلبي، تتكي على الحسنين وترجف، كلها ترجف. قالت لي سلمان أدري أبويا رحمة، رأت عيناك سمعت أذناك أن أمة صنعت بابنة نبيها كما صنعت بي هذه الأمة، كسروا ضلوعي سلمان، ما أرجع إلا بأبي الحسن، رجعها لها علي. خلت ايدها بايده ورجعت قعدت قباله. قالت له ليش هيك يا ابا الحسن؟ واسف عليك. قال ابا الخبر الو جن من ولم صدري وبدي لازم اضلوعي. عافيه والله خوش دمعه، اي حسيت بقلبك اللي كم. انا لو جن من ولم ضلعي وبدي لازم اضلوعي، محزن سقط من عندي ودجر المحزن دموعي، وانت يصير ما تقعد يا عادر درد روحي، دمي يسيل من صدري ودمع على الوجه يجري، وانت يصير ما تدري، وانت يصير ما تدري يا علي يا علي. ليش يا ابو الحسن؟ بيت الدعاء كملت بدقيقة. الشاعر يقلها أم الحسين جزاك الله ألف خير، والله لو ما أنت علي القتل خلصت علي من القتل. فشي يقولها؟ يقولها يا رجعتي علي، رجعتي علي ورديتي يا الزهرة، رجعتي علي ورديتي يا الزهرة، بس زينب تقوم وتقع على الغبرة. زينب من ابو علي طاح حمره فضت مثلش، بس ما لحقت وصلت لقدها مذبوح. الله يا برجعتي علي ورديتي يا الزغره، بس زينب تقوم وتقع الغبره، من طاح ابو اليمه من ضغر مغره، جاه الشمر وتربع على صدره، يا با وصلتي بس ابو السجاد فات امره. الهي بهدم على الزكية، صلي على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، يستجاب الدعاء، اجعلنا من خدام إمام زماننا يا الله، من المستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يسر أمورنا يا الله، اقضي حوائجنا يا الله. احنا من أهل اليقين، قلنا مو يقين، أريدكم بيقين، بمحمد وآل محمد اشفي مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله،
احفظ شبابنا المجاهدين يا الله. اجيت للطليعة توقع عمرة دازت لي رسالة ابنها شهيد وتقول شيخنا أرددز ابني الثاني شهيد، الناس ما يقبلون يقولون قدمتي واحد بعد ما يصير تقدمين كل أولادك، وتقول شيخنا أنا أرد أقدم الثاني يروح يقاتل. رسالة دازت لي. احنا ما دام عندنا هتشي أمهات وهتشي آباء وهتشي معناها احنا بخير إن شاء الله، بس احنا اللي نطلبه أن يحفظ الله شبابنا وينصرهم على أعدائهم وأن يرجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين بمحمد وآل طالب. أعدائنا أدعو عليهم بدعاء الحسين لما طلع علي الأكبر وأبو علي قلبه احترق على وليده، فيقولون الحسين خلى إيده على شيبته وإيد ثانية رفعها للسماء وصاح اللهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم احفظ العراق وأهل العراق احفظ عراق علي والحسين يا رب واحفظ هذا البلد وانصر هذا البلد يا رب وخلص العراق من أزمته الاقتصادية بمحمد وآله الطاهر ببركات صاحب الزمان اللي يقوم حكومته في هذا البلد الكريم. المؤسسون تقبل أعمالهم أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم إلى أمواتكم أموات المؤسسين شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.